قضية الحسين حجة ربانية على جميع أمم الأرض، وليست مجرد قضية من قضايا التاريخ. كان أصحاب الحسين عليه السلام بين خيارين، إما أن يقولوا كلمة قصيرة يؤيدون فيها سلطة يزيد ويبقون أحياء، أو أن يموتوا دفاعاً عن كل ما جاء به الأنبياء وهم آثر الموت الزؤام على الحياة مع اللئام، وتلك هي أعظم أنواع الشهادة. لا تجد في التاريخ البشري ثنائياً تكرر أحدهما في الآخر كما تجده عند علي والحسين، فلقد ورث الابن من أبيه كل فضائله، وتكرر الأب في ابنه في كل خصائصه. من أهم صفات شهداء الطف تلك البصيرة الثاقبة التي تخطت حجب الزمان والمكان. تزول الدول وتسقط الحكومات ويرحل الزعماء وينسى الناس ما حدث وما يحدث في الحياة، لكن الحسين عليه السلام يبقى أكثر شموخاً من كواكب السماء، وأثبت وجوداً من رواس الأرض. يزول الزمان ولا يزول الحسين. بلغ الحسين أقصى ما يمكن أن يصل إليه بشر في أخلاقه، فلا شجاعة فوق شجاعة الحسين، ولا صبر أعظم من صبر الحسين، ولا كرم أكثر من كرم الحسين. بلغ الحسين أقصى ما يمكن أن يصل إليه بشر في أخلاقه، فلا شجاعة فوق شجاعة الحسين، ولا صبر أعظم من صبر الحسين، ولا كرم أكثر من كرم الحسين.